فرانكز على طول يعني. بص يا جماعه كده اللي انا هقوله بالظبط، المريخ مش معنى ان في حد يطلع علشان حد يتريق عليه او حد يتكلم وهو بي بيرفورم، او حد عشان هو مثلا لما انت عملت اي بيرفورمنس حد اتكلم او حد ما ادكش السكسيه اللي انت عايزه، فمعنى كده ان لما حد يطلع تروح انت بتتكلم وهو بيتكلم. معلش مريخ قواعده ان احنا نسمع بعض ونحترم بعض ايا كنت انا بقول ايه او ايا كنت انت مش بتقول ايه. I don't think so. شكرا لكم. يعني الناس اللي لو سقفوا فعلا انتوا مقتنعين بان انت بتحيي بجد، ما تحييش كلام، حيي نفسك ان انت مقتنع بالكلام ده. بس يا ريت يا ريت الناس اللي بتاعت البندات اللي طلعت، حتى لو انا مش مقتنع بالفن اللي انت بتقدمه، لازم احييك ان انت طلعت وعملت حاجه واحترمك. كويس. لكن معلش عشان بس الناس ما تبقاش كده جوه عمال يا عم بخلص رهي وخلص هري وخلص رغي، بليز معلش اللي يطلع نحترمه ونسمعه. يعني متهيألي الكلام ده ما يتقالناش احنا، لان احنا ناس فاهمين الكلام ده، كان يتقال لحد غيرنا. انا زعلان جدا ان انا كنت طالع، المفروض ان انا كنت هعمل حاجه، بس يلا مفيش مشكله، المهم ان احنا لا خلاص سوكسي يا راجل. هو فيش والله، وانا انا يعني انا بعمل ستاند اب كوميدي شوز كده. انا اسمي مدحت عادل امام، ام ارت اكتيفست، حد بحب الارت قوي. فانا يعني انا ما اعرفش، يعني حسيت اخر فتره كده على الفيسبوك يا جدعان الناس مياله للبنات قوي على الفيسبوك يا جدعان. يعني والله يا جدعان، يعني والله العظيم يا ولد يعرف البنت من هنا، يعني يبقى اول ما يعمل اي حاجه انت عندك فيسبوك يا راجل في ايه كده والله العظيم. طب ولو عارف بقى ولد، يعني مش مهم، مش فارق معاه، حتى لو كان يعني نادرا لما لو ليه مصلحه عنده هياخد رقم وياخد الكونتاكت بتاعك، غير كده ماشي اشوفك بعدين بقى يلا باي باي. البنت يعني ها ايه يعني ايه الموضوع هيوصل ليه بعد كده؟ ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه مهم جدا جدا، يعني لو بلاحظ كده ان بنت تغير مثلا بروفايل بيكتشر بتاعتها او تغير البروفايل بيكتشر بتاعتها. تخيل مثلا بنت عملت البروفايل بيكتشر بتاعتها مثلا باربي مثلا فاهمني؟ باربي مثلا مش يعني قبل كده كان ولد بنت مصوره صرصار بكاميرا يعني بروفيشنال بتاع الصرصار، فدخل واو ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ يا راجل بجد والله عبد احنا عصام يا راجل كويس. وتلاقي بقى ولد يعين زميله ولا صاحبه عنده على الفيسبوك عامل بقى بيكتشر، ما هو ده عنده خطاط لايك اخرك لايك يا جماعه في والله العظيم يعني مشكله. ولا يا لهوي يا لهوي لو البنت كتبت سك يا اختي انا سك على الفيس يا لهوي يا لهوي ان شاء الله انا الف سلام ان شاء الله. عندك ايه عندك ايه بقول لك ايه؟ اجي اوديكي اجي اوصلك ايه دكتوره ولا اي حاجه حضرتك؟ قولي لي قولي لي والله في الخدمه يا راجل. اما الولد بقى انت هتدلع يا ابني، انت كنت لسه معايا انت نسيت اضغط حاجه بجد غريبه يعني. ف يعني اتمنى يعني ان احنا يا جماعه الموضوع ما يبقاش زايد قوي كده، الموضوع زايد قوي يعني. بحس ان حتى على حاجه تافهه يعني ظريف ان احنا نبقى لطاف مع البنات طبعا، او لطاف مع الناس، على الناس مش مع البنات، لطاف عموما، وان احنا ندي لايكات ونعمل كومنتات، بس اعمل على حاجه تستحق، مش لان بيبان قوي قوي يا اخي ان حاجه ما تستحقش. وتحفه تحفه الله. يلا ثانك يو سو ماتش يا جماعه، شكرا لكم. كان مدحت دلوقتي بلدي باند.